السلام عليكم. حلقة النهاردة يا شباب حلقة زي ما انتم شايفين كده، قدر الله ما شاء فعل أرنبة يا شباب، أرنبة والدة يوم 11/2 وكانت جايبة 10 أرنب يا شباب، فكان مات من خلفتها واحد بقى معاه 9 أرانب، وكنا نقلنا منها تبني للأم التانية يا شباب. فطبعا يعني الحمد لله قضاء ربنا، كنت بره لقيت رجعت الأرنبة كده يا شباب، وطبعا الأرنبة ديت هيت ماتت ربنا وضعنا فيها. وطبعا هقول لكم في الفيديو ايه السبب اللي حصل اللي خلاها عملت كده يا شباب، او اللي خلاها توفت تمام، وادي الخلفه بتاعتها اهيت ماشي، وهنشوف بقى مع بعض هنعمل ايه الخلفه ديت، ونعمل لهم تبني مع الامهات التانية ازاي. يلا بينا مع بعض يا جماعه نكمل الفيديو معانا للنهايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الامين. اخواتي وحبايبي الكرام، من جد لقاء انا معاكم من قناه تربيه الارانب مع ابو نرمين. ما تنساش انزل تحت اشترك في القناه، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقه النهارده يا شباب حلقه مهمه جدا، ربنا يعوض علينا. انا كنت بره في مشوار، رجعت لقيت في ارنبه متوفيه، ربنا يعوض علينا. بس للاسف ان هي معاها خلفه. هبدا برضو اقول لك على شويه حاجات وشويه نصايح علشان تشتغل بقى صح. والناس برضو بتسالني بتقول لي يا ابو نرمين انا عندي الارنبه كانت والده والارنبه توفت ومش عارف اعمل ايه في الخلفه. مبدئيا كده سيبك من اي حد يقول لك انا جرع لبن صناعي ولبن مش عارف ايه والحوارات دي، ارنب صغير قد كده وسقي لبن وتعب على الفاضي يا جماعه والارنب مش بيعيش. تعب على الفاضي والارنب مش بيعيش. فانا بنصح اي حد مربى ارانب يلقح مجموعه ارانب مع بعض، على الاقل 3 مع بعض، يعني على الاقل 3 يتلقحوا مع بعض، فرق يوم بيوم ونص، فرق يومين مع بعض في نفس اليوم، هم اللي بقى ايه والدين مجموعه مع بعضها، علشان نفس الموقف ده ما يحصل تعرف تتصرف مع بعض ازاي. وطبعا يلا بينا نشوف الارنبه ونشوف الخلفه بتاعتها هنعمل لها تبني ازاي. تعالى كده يا ام نرمين، ادي يا جماعه الام اهيت. الام دي يا جماعه كان عندها برد شديد في المناخير، ده تلاقي العلاج بس يعني قضاء ربنا، الجو فيه برد جامد اليومين دولت وفي شتاء وفي الكلام ده، فهو قضاء ربنا انا اديت لها علاج، يعني انا على قد ما قدرت اديت لها علاج. يعني هو شايفين يا جماعه برد كان باين على رجلها اهوت تمام، وباين على مناخيرها اهوت. فانا كنت لبخت، كنت في مشوار ورجعت لقيت الارنبه ديت ايه زي ما انتم شايفين كده يا شباب متوفين تمام، مفيش عليها اي اعراض الحمد لله فضل من الله، مش فيروسي ولا بكتيري ولا اي حاجه من الكلام ده خالص. فهو ايه يعني المشكله بس ان كان عندها شويه برد وتوفت. ادي خلفتها يا شباب، الصلاه على النبي، معاها شويه خلفه دول 3 6 8 ارانب. ديت اللي كانت والده يا جماعه قبل كده، كانت والده 19 ارانب وكان مات واحد وهي مولودين تمام، فتبقى معاها كام؟ بقى معاها 9. نقلنا واحد تبني الام اللي هي البابيون، فالظاهر ان احنا برضه هننقل للبابيون كمان ايه؟ كمان 4 كمان مع عيالها. يلا بينا مع بعض يا جماعه هنوقف ونعمل تبني. ورجعنا لكم تاني يا شباب، احنا بنجيب حاجه عشان نعمل فيها ننقل فيها الارانب للام التانيه يا شباب اهوت. بنجيب كرتونه كده زي ديت، اي حاجه، اي اناء، كرتونه، طبق، اي حاجه يا شباب، وعشان برضه نعمل ايه؟ ننقل الخلفه ديت مع الامهات التانيه يا شباب. طبعا الامهات اللي هناك اللي عند الام البابيون الحجم بتاع الامهات كبير شويه، حجم الام ايه؟ كبير شويه، فهنضطر ان احنا ناخد الحجم الكبير اللي هنا علشان ندي مين؟ نفين مع الام التانيه. طبعا دي معاها دلوقتي حركه 8، البابيون معاها هناك دلوقتي 7 تمام؟ هننقل لها كمان 3 ولا حاجه. هننقل لها حركه 3 ولا 4. هي ونصيبهم بقى، عاشوا ماتوا بقى، المهم احنا بنعمل ايه؟ بتعمل اللي عليك، انت بتعمل اللي عليك. هننقل حركه ايه دول 4، هنقسمهم على الارنب دول وارنب البابيون، بس احنا هناخد ايه؟ اكبر احجام يا شباب ايه تمام؟ اهوت هناخدهم كلهم بوط. اهو يا شباب خدنا هنا 4، اهو يا شباب خدنا هنا 4 ارانب، الصلاه على النبي، احجام كبيره اهيت. بينا معاك كده منرمين، اهو يا شباب 4 ارانب اهمت اهو. يلا بينا مع بعض ايه نحطهم للام اللي هناك.
السلامة. طبعا يا شباب ديت الام البابيون اهيت، تمام، هي دي الام البابيون ماشي بكري اول مره تولد، وادي ما شاء الله خلفتها. شوفنا يا جماعه ما شاء الله حاجه عامله ازاي، حاجه محترمه جدا يا شباب. الصلاه على النبي، معاها دول سبع امات، ست عيالها دول ثلاثه، سته سبعه، ست عيالها ومعاها ايه واحد عاملين له تبني. يا جماعه نبدا بقى نحط ديت الخلفه دي في وسط فين، في وسط دول كده يا شباب. ده واحد اتنين، حطينا واحد اهوت، دي يا جماعه حطيناه في وسطهم في وسط اهو، ده حطيناه في وسطهم اهوت ماشي. هاتينا نجيب الارنب التاني، ادي اتنين، ادي تلاته، ادي اربعه. حطينا يا جماعه هنا اربع ارانب تمام مع الخلفه ديت، فكده دلوقتي ديت بقى معاها كام؟ بقى معاها 11 ارنب. دي بقى معاها كام؟ 11 ارنب يا شباب. هنعمل ايه بقى؟ هنيجي ناكل اهوت ونغطي الخلفه دي بالشعر اهي، غطى بالشعر علشان الخلفه تاخد ريحه بعض، تاخد ريحه بعضها، بحيث ان الام يا جماعه ما تعرفهاش، بحيث الام ايه ما تعرفهاش ماشي. هنيجي على الام كده يا شباب تمام اهي، طلع الام كده اهو اهي، الام طلعها فوق كده شويه ماشي، تلعب على البطاريه، تحط لها برفان يعني، مثلا ممكن تطلعها تلعب في البطاريه كده مثلا نص ساعه ساعه فوق البطاريات كده يا شباب، ما يزعلهاش في حاجه. تحط جيب برفان او اي معطر جو او ديتول او بتادين او اي حاجه، وتحط على مناخير الام بحيث انك تغير الريحه عند الام. تغير الريحه فين؟ عن الام. يبقى انت كده بتحاول انت بقدر الامكان انك عشان خاطر الام ما تعرفش ريحه الخلفه الجديده من اول ما بتحط، لان اول ما بتحط لما بتيجي تيجي تلعب عند الخلفه بتلاقي الام تبدا ايه تدخل وتشمشم، تشوف انت في ايه اللي بيحصل عند عيالها، فلما تيجي تلاقي في حاجه جديده ظهرت عند عيالها تمام، الام يحصل عندها قلق وذعر، ممكن تضرب الخلفه الجديده، تضرب عيالها كمان، تضرب ايه عيالها كمان. فادي الحمد لله فضل من ربنا كبير اني برب الارانب بتاعتي عندي تمام. فيعني الارانب عندي عندها حنيه شويه زياده عن اللزوم، اقسم بالله بعمل تبني على طول. ديت انا اعمل لها الخلفه ارنب تبني من غير اي حاجه، يعني من غير ما احط لها اي حاجه خالص. دي كانت والده ست تمام، وجبت لها واحد من الارنبه اللي هي اللي توفت ديت يا جماعه اول ما ولدت، زي ما كنا ربنا يعني كان ربنا كان يعني كان رايد ان يحصل كده تمام. فجبت لها الواحد بقى الستة بقوا سبعة، ورجعت جبت لها كمان أربعة، بقى معاها دلوقتي 11 أرنب. أرنب يا جماعة؟ مع 11 أرنب. طبعا ده بقى ما ينفعش إن لقاها الوقت نهائي، يعني هي دي والدة يوم 10، دي والدة يوم 10 2، العدد ستة هما يا جماعة، وحاطط لها واحد تبني تمام، يبقى كده معاها كام؟ سبعة. رجعت جبت لها أربعة مع 11، يبقى الأرنب دي يا جماعة تفضل على الأقل 20 يوم إلى 25 يوم. هتقول لي ليه يا ابو نرمين؟ اقول لك هو كده، هو كده، مفيش هو كده، ومفيش الا كده. ارنب معاه 11 ارنب وحجم كبير وانت عايز تحافظ عليهم، يبقى انا تقعد 20 يوم من غير تلقيح، تبدا تلقح في اليوم 21. هتقول لي كتير وخساره؟ لا مش خساره، 11 ارنب ده تعتبر ولدتين، 11 ارنب ده هم تعتبر ولدتين. ولدتين ازاي؟ يعني بمعنى اصح لو كل مره ارنب كل ولده جابت واحده خمسه واحده ست، يعني كل بطن جابت خمس ارانب وبطن جابت ست ارانب، يعتبر ولدتين. مش كتير لما تريحها 20 يوم، هتلاقي صحه الام كويسه. شوف ظهر الام عامل ازاي يا جماعه، شايفين ظهر الام عامل ازاي؟ شايفين الظهر؟ صلاه على النبي، امه بترضع ايه؟ ظهر عامل ازاي؟ في لحم، حاجه محترمه جدا، يعني بمعنى اصح انك بتشتغل صح، اشتغل صح. يبقى هنا نقلنا هنا تبني تمام، هنوقف ونروح نعمل تبني الام الثانيه. طبعا رجعنا لكم تاني يا شباب عشان خاطر نعمل تبني، ننقل بقيه الاربعه اللي هنا مع الام اللي هنا يا شباب. تعالى كده يا منرمين، دي برده يا جماعه ام والده اهيت، وطبعا ديت معاها كام؟ دي معاها عدد تقريبا ادي اربعه سبعه، دي معاها تسعه، تسعه لما احط لها اربعه تمام يبقى كده معاها كام؟ معاها 13. لا هنحط لها 3 وادي واحد واحد الناحيه الثانيه، يعني ده هحط لها 3، انا كنت بفكر ان معاها 8 بس معاها 9 تمام يا شباب. هحط لها دلوقتي هنا
تلاتة، والأرنب اللي هو الرابع حط هناك، يبقى هناك هناك كام؟ هناك 12 وهنا 12. يلا بينا مع بعض نعمل انت ننقل الأرانب برضو في نفس الطريقة نفس الكرتون يا جماعة، حاجة طريقة كده اهو. هنيجي على الخلفة ديت يا شباب، أهم حاجة ننضف الخلفة من الشعر القديم. اهوت، شيل اي شعر قديم خالص. طبعا ربنا يعوض علينا يا جماعه، دين ربنا يعوض علينا. القلم ده يا شباب كبير شويه، ماشي. هنوديه فين؟ هنوديه للام التانية، للام اللي هي فين؟ الام اللي هي البابيون اهو. يلا بينا كده. دلوقتي يا جماعه اربع ارانب امت، ماشي يا شباب، اربعه. هنقوم شيل، هنشيل كده اهو، اهو يا جماعه بين في الكاميرا كده، ونحطه في وسط فين؟ في وسط الخلفه دي. شيل كده اهو، نحطه في وسط الخلفه دي، الاسمر اهو في وسط الخلفه دي. وكده حطينا ايه كام؟ حطينا تلاته، ونغطيهم نفس الطريقه. وهنيجي يا جماعه برضو على الام، هنيجي على الام كده يا شباب برضو. سجل يا مدرمين، وهنحطها فين؟ هنحطها هنا كده، ماشي. بعدناها عن الخلفه اللي هي اللي مولوده، وعن الخلفه اللي هي الجديده، يعني لمده شويه، يعني مده ايه؟ نص ساعه، ساعه. نحط عليها برفان او نقفل، او نقفل عليها لو في باب يا جماعه. طب تعالى كده يا منرمين، تعالي شايفين يا شباب هنا باب اهو، ده ايه؟ ده باب. انا ممكن اقفل الباب ده هنا كده، تمام، وخلاص، واسيب الام، واسيب الام. بس ممكن، ممكن انت كمربي تنسى، يعني ممكن انت كمربي تقفل الباب على على الخلفه والام بره وتنسى. يا نهار ابيض، تنسى؟ تنسى ازاي؟ لانك بص الام ديت تعبت والخلفه ما رضعتش، وانت تنسى بقى، نفكر ان الباب مفتوح عليهم، ويوم يعدي عليهم اليوم الثاني وانت متخيل ان الام بترضعهم، وديك بص تلاقي الام ما رضعتش الخلفه، دخلت في مشاكل التهاب درع، ودخلت في الخلفه ما رضعتش الخلفه، ايه؟ كلها راحت القديمه والجديده. انت كده خسرت من كل حاجه، يبقى انت كده خسرت ايه؟ ارجع ورا. يبقى انت كده يا حبيبي خسرت من كل ايه؟ من كل حاجه. فالافضل، الافضل طلعها على البطاريه تجري، تجري فوق البطاريه كده، تمام. الام حركتها كويسه ونشيطه، وبعدت عن الريحه نفسها بتاعت الارانب، شمت ريحه مختلفه شويه بره، شمت تيجي ترجعها بقى الريحه برده ايه الجديده، في مناخيرها، ما تبعدش عن الريحه اللي هي بتاعت الخلفه، لا لا صح، ما تضرش الخلفه الموجوده. او ممكن تجيب شويه برفان، زي ما قلت لك، اي حاجه، تحط البصله، المهم انك تغير ريحه ايه الشم، حاسه الشم عند الارنب يا جماعه. طبعا يلا حط الارنب دوت هناك، هنوقف ونروح. طبعا يا جماعه برضه زي ما انتم شايفين لسه سايبين الارنب فوق ايت، ماشي يا شباب، اللي فتح الذكر ده ولا الارنب، تمام. اهي بره اهيت يا جماعه، دي النتايه بره اهيت، وادي الحته الدوتش اللي احنا قلنا ايه هننقلها تحت الام دي يا شباب، ماشي. هنفتح انا كده منرمين، وهنحط ايه الحته برضه في وسط نفس كده، ونغطيها بالشعر اهو شويه بس كده، لحد ما الريحه تاخد بعضها من الشعر، تاخد بعضها، والارانب الجديده ما تحط في وسط قديمه تهدي. اول ما تحط الارانب كهرباء قطعت، اول ما تحط كهرباء، معلش عفوا، الكهرباء قطعت وجت. اول ما بتحط يا جماعه الارانب الجديده في وسط الارانب القديمه، تفضل تتلعبط في قلب الولاده، فتسيب اثر، تسيب اثر للام، ان الام تاخد بالها، تلاحظ. لو انت سايب الام في قلب العين هنا كده، الام بتلاحظ ان في حاجه بتحصل عند هي، هتلاقي الخلفه الجديده بتتنطط في وسط الخلفه القديمه، فالام تشك وتقول لك في حاجه، في حاجه مش طبيعيه. تبدا الام تعمل ايه؟ تبدا تدخل بقى تشوف ايه؟ ايه اللي مش طبيعي؟ ايه اللي بيحصل؟ فلما تلاقي ارنب غريب دخل على الخلفه، تمام يا شباب، تبدا ان الام ايه؟
تلعب اللعبه بتاعتها ديت وتبدا انها تاذي الخلفه الموجود، تبدا تاذي الخلفه الموجود. طبعا ديت كانت حلقه النهارده. لو انت لسه ما اشتركتش في القناه تنساش، انزل تحت اشترك في القناه، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. اشكركم لحسن المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.